يدرس لك فوق وشك مش يعجن لك في وشك. سعيد شنو؟ كل شيء هذا. مساء الخير عليكم، صحة ومباركة وصحة وطول. الفيديو تاع اليوم الزميل الإعلامي نوح حلقة بزاف شغالة طبعا ماشي بالعاني. ما شاء الله ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. آمين يا ربي. قلت حتى تكلم تاع الاطباء واش داروا في الكوفيد مجهود واش تعبوا كاين اللي يسكى بحياته وكاين اللي يسمح لوالديه كاين اللي خلى ولاده ودار مجهود او قريب او هنا كوميديا ماشي كوميديا ما قالولكش الاسم باش كتبدل في دقيقه الاخرى باش نعرف واش نهضر نوحوا معانا غلط معليش خويا غير تعيش برك ماشي موح لو كران ايه يعني شوف ما تبدلوش هذا هو انا شوف ما يعرفش هو خاطين معليش اليوم راح تولي تعرفو داكو يعطيك الصحة شكرا ليش ما تزعفش برك عليها عادي لا نسناو برك سي بون مالا دخلنا موح لو كران سي بوبلي ماذا عندك؟ هاي محلوق المارك جبت بينا يومين مشاهدينا وين ما كنتم مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم كوفي تايم ويد إيمانا وحاضرين معنا كما راكم تشوفوا تاتا عائشة أو حاضر معنا نوح وراهو حاضر معنا محلوق شرفتنا بحضورك محمد وش راك أخي لاباس راك مليح شرفتنا بحضورك يعني الله يبارك على الإطلالة تاعك اللي جيتنا بها أخذت شوية ما قلتش من استاسوني معليش استاسوني ما معليش كنا نسناو فيك راهو حاضر معنا أنا نوح هنا يا تعرفوا معليش اليوم راح تعرف عارف إن شاء الله إن شاء الله يا ربي راهي حاضرة معنا أيضا طاطا عيشة صانعة محتوى تعرفها طاطا عيشة ما عرفت تشوف لي فيديو ولا يتقدم فيهم تلاقيت فيديو تحفة ولا زوج أها صح ما عرفتش حنا طرونسبار ومن لا كنت كيف سقسيت قلت لك ما تعرفوش ولا تعرف ماشي اهدر من باب الاحترام من باب الاحترام اختي العزيزة نعم لكي حبسة انا حبسين هاد الهضرة ما تجوش اقول شافوك تعيط الفيديو اها قولي لهم راك عزيز انت في البداية تقولي لي نوح واش يدير واش ما يديرش وسمعت هذا الاخت مدام طاطا عائشة واش يدير كي قلت لها قدم لك نوح انا وين نعرف بلي هذا اذا بعد يبان بحاجب ولا لا خويا راهو انسان يعني ما شاء الله عليه ما نقولوش عليها انا نقول لك باغ اكزومبل وريني الناس لو ما حدش لا العلاقه اللي زي بيس انا يا خويا خدمه كاش على الفوق مانيش نسقسيك تا فنان ولا واش واش تكون تاني يغني الراب لو حتى تاني ما تعرفوش لا على بالك بلي انا عارف فنان انا محلق رو سقسيني نهضر يا بتيطاي يا خويا تبرو وحنا بتيطاي ولا كيفاش تفهمنا فنان عبك فنان شكون فنان فنان يكون عنده اخلاق وتربيه واحترام صحيح انا والله ما نعرفك فنان اللي يجي لك تراك خليته الناس بارك الله فيك ما يخدموش ما يديروش ما تواضع لله رفع عن ابليس علاش اختي انا هذا مش يبيع عرف له بنفسك صحفي مين حاجب انا تقولي لي اختي لكن مش معنى مين حاجب تقولي لي اختي لا خدم رجال سيكم الحمد لله مين حاجب انا حضر معايا ما تهدرش معايا حضر معايا أنا قلت لك واش يدير باش عنده عده اعمال صحفي قدم جوز معاه ولا لا يعني هاد المره شفناه كان ريسي انا شفت الصوت تهضر بيدك رانا دخل بلاطو حضر باحترام مازال ما بديتش ما نهضر كيما نحب اختي العزيزه واش يدير هذا انا قلت لك مسموح انا نقول لك واش يدير ما سمعتكش قلت لك صحفي عنده محتوى دوك كنت نشوف الاعمال اذا حتى اعمال خيريه يجي فنانين يدير معاه انا فوالا انسان راح يجوز معاك يشوف اسكو نقدر نجوز انا كيما قلنا ما يسالونيش نجوز معاهم ابيك تمين اسمي الاخت بالك عندها دي فيديو شابي مال انا هذا ما نعرفوش ما نجوزش معاه وما شافنيش نجوز معاه شوف قدمته بصح يعني ما شاء الله انا رابور ستيل نغني راب ماشي ثاني نجوز معاه الله يهديك الله يهديك الله يهديك والله راني عارفوني كاع ليكيب تيكني كاع عارف بوح لوكرو نجوز معاه هذايا نص ستيبان هذا يجوز معايا يعني بلاش خويا زيد شويه احتي راه ماشي هكا نهضروا مع راجل محمد ربي يهديك خويا اسمح لي لو كان جيت انسان شوف حنقول لك حاجه لو كان جيت انسان متخلق وعندك شخصيه ومبادئ ما تهضرش مع الناس هكذا اسمح لي ما نعرفكش اسمح لي خويا حنا خدمنا مع ناس
ما شاء الله هذا هو الفنان، هذا الفنان دايره. اختي تبدا معايا ولا لا؟ يا ودي نهضر معاك، خلينا مع اختي هضرني نهضر معاك. انا والله غادي نهضر معاك. انت هكا تهضر معايا؟ جبت لي الضحكه. حديد وانا باش نهضر معاك. جبت لي الضحكه. كمل معايا. نكملوا نوح حسام، معليش نوح نكملوا معاه راح يتبدل راح نبدا بك محمد. محمد معليش يا اخي راح نبدا بك خويا ياك. نوح لا لا سامحني هذا ما يعرفش هذا ما يعرفش يهضر مع الناس. انت فنان معليش نوح ترجع الغرفه ماشي انت فنان. اسمح لي خويا نوح 10 دقائق ويخرج. يرحم بابا 10 دقائق ويخرج. انا واحد يدرس لك فوق وشك ماشي يعجن لك في وشك. ندرس لك فوق وشك. تعيش تعيش نوح. واش درت مع بالكش؟ ماشي راجل انت دير يا خويا. انا ماشي لا دير عيش يا نوح. شي تربى له شويه هما الفنانين اللي كانوا يعيشوا شويه انت شويه احتياط. انا بنيت خويا كاتن حنكمل معاك راح نحكي معاك. زيد غلط من روحك كلشي هذا. خير اخويا تعيش سي بون خلاص. انا هدرت معاك. ما تريحش خير. ما تهدرش معايا. ما تجيش تهدر معايا. معليش تكمل لك الكيسر ولا تكمل لك بوكفاري. ما تجيش تهدر معايا. ما تخلينيش وحدي مع واحد كيما هذا. خلاص نروح نكمل معاه ويخرج. راح يتعلم. تربوا شويه تعلموا تربوا. تعلموا تهضروا مع الناس. سي بون صاحبي ما تزيدش هذا. محمد شويه. راح نكمل معاك. كمل معايا بشرى. ليكيب. دقيقة يا حبابة خليني نرجف. استغفر الله. خلقت لنا. استنى خويا راهو. كمل هذا الشاب تخليقة هذا خليه يروح علينا. ليكيب راح نبدا. تخليقة شوفي معاه خليه يروح. نولوا. مشاهدينا عودنا ولينا لكم بعد الفاصل كما قلنا. بصحاني بديت خويا ماشي كل دقيقة نبداو نبقاو نكوكيو دوكا. ياك يا عرفوك الناس علاش كنبقى نعاود محمد. محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق نعمة ربية دي أوصاف تاعو محمد. هو سمك بقلاوة ماشي محمد. محمد كنت في لوروب يعني غبت عن الجزائر لمدة 6 سنوات. كنت كنعمل من عبادة هذو ما نروح لوروب. ما عندكش بزاف ملي وليت للجزائر ياك؟ وكنت في المستشفى. كنت مريض بلي بومون. الحمد لله ريحت شوية. على بالي بلي جيتنا محمد اليوم بجديد. هذا شي ربي ابتلاه بلي فهم ومازال يهضر مع الناس هكذا. محمد جيتنا بجديد اليوم ياك. انا من جديد انا ما نجيش لك هذه بلاطو يديها فيها. انا باش تمشي الكاميرا. الاغنيه يعني لا راك توجد فيها. شحال قعدت باش كتبتها محمد؟ عامين وانا نكتب. عامين وانت تكتب في اغنيه؟ انا اللي فهمت الملح. محمد لو الناس قلت يعني. انا نتبع المحتوى تاعي. ما نتبعك ما نعرفك ما. اللي كتب تيتانيك ما قعدش عامين، حتى زوج طايق قعدت فيها عامين، برك ما تلعب عليك. محمد لو نقول لك يعني كي تكتب الاغنيه، سالي تكتبهم. وين؟ انا نكتب وانا نغني وانا نديرهم كلش. انت دير التلحين كلش. وين وين تكتب الاغاني تاعك يعني وين وين تحب؟ كي تكتب؟ في البحر. ندير مشوار ونكتب. عامين وانت في البحر تكتب؟ عامين. حشا تاع خالوط يدير كلش هذا يكتب يطير. قال لك عامين هو يكتب في الاغنيه. معليش تسمح لنا محمد ماذا بينا حنايا محلو كرون يسمعنا اليوم بالاغنيه الاخرى. معليش حاب نعطي كلمات برك. اها معليش في الكاميرا وكاع ما يدوش ليدي تاعي. معليش مد لنا مقطع صغير برك. هايا ماذا بينا محمد. تبان هابط من كوكب فضائي على بالك هيا خويا هيا هيا محمد غنينا
تيكنيسيان اكد له السلسله تاع لافابو هذه. اختي ما كانش راهم يهضروا. ها حنا نكونفيو يا خويا عيني. كونسونتري خشع راح تقرا القران باش راح تخشع. خلاص خلوني يغني باش يخرج. والله روح غني. ها يا محمد غني لنا. نورمالمو كيما ندير مال يدير عجاز ندير هكذا. هاي نسمعوا الاغنية تاعها. هيا روح غني علينا روح. الفنان يدير كلش بلا موسيقى مزيان. وصاحبي نبدا نغني. غني غني. انا نمرة. هنايا. هنا. كيف اخويا تغني مور ظهري من تما مليحة. انا ما يقول انا شوتي انا رابير انا ارتيست لك ماشي عيني انت ما كتوالد بالنسبه ليا انت ما انت ما كتشتيكو انا بحبكم مالك انت انت ما كتوالد لك ماشي عيني الاغنيه الاغنيه نتاعو هادي لا 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 اقسم بالله اقسم بالله العظيم اقسم بالله ضربه كبيره خلاص خلاص الروح والله ما اللي قاعد والله نشكر لطا عائشة خويا ابراهيم الاخت زيزو نقول لكم ميساج ما شاء الله خاطرش رانا عايشين في واحد الوقت كارثه الفنانين الا ما رحم ربي كاين ناس عادت تتكبر تولي تشوف فيه باللي هو اللي خلق الدنيا ولكن حنا نعرف من النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن سواسيه كاسنان المصطفى الناس من المنبر هذا انا نوجه ميساج للفنانين الا انت صح فنان وعندك شخصيه وعندك مبدا لازم تكون تحترم الناس وتحب الناس وتعاون الناس فربي قال تعاونوا على البر والتقوى ولتتعاونوا على الاثم والعدوان انا نقول لكم يعطيكم الصحه وخدمتوني نقول لكم كاميرا كاشي ماشي بالعاني نقول لكم يعطيكم الصحه راكم حكمتونا ماشي بالعاني نوجه تحياتي للشعب الجزائري كامل اللي راه دخل الوطن خارج الوطن نقول له صحه رمضانكم صموا بالصحه ولهنا ونوجه تحياتي للمدير قناه ياسين نقول له بالتوفيق وربي يعطيكم كل خير ان شاء الله تحياتنا لخالتنا طلب كينغ ديدي وخويا عبدو اشكا هادو فاش نديرو هادو تغرمهم لي ماشي بالعاني كاميرا كاشي ماشي بالعاني